هاي جيرلز، بهالفيديو رح نعرفكن على ماسك HPR من ماتريسكن. هو مخصص ل يرطب البشرة، يغذيها، يخفف من تهيجها وتأثرها بالعوامل الخارجية مثل الشمس والتلوث، وكمان بيساعد على تنظيفها من كل التراكمات بحسب ماتريسكن. هالماسك بيناسب كل أنواع البشرة، بس مفيد خصوصاً للبشرة الحساسة اللي بتتأثر بسرعة بكل شيء بتتعرض له. بيجي الماسك بعلبة كرتون بيضة بتذكرنا كتير بالمستحضرات الطبية. أما العبوة تبعها فمصنوعة من الإزاز الشفاف مع الغطاء الأبيض، وبقلب العلبة بتلاقوا ورقة مكتوب عليها كل التفاصيل عن روتين ماتريسكن للعناية بالبشرة. لتطبقوا بتنظفوا بشرتكن منيح وبعدين بتمدوه على كل الوجه، وعادة الماسك بس تحطوه ببين كطبقة ظاهرة، بس الفرق إنه HPR ما بيترك أي أثر على الوجه لأنه تركيبته كتير خفيفة. وهالنقطة مهمة لأنه فيكن تكملوا نشاطاتكم بطريقة عادية انتو حاطينه، بس أكيد لازم ترجعوا تغسلوا وشكن منيح بمي فاترة بعد حوالي 15-20 دقيقة. كيف كان تأثيره بعد ما تركناه لعشرين دقيقة؟ هل فعلاً ساعد البشرة بعد أسبوعين من استعماله؟ لتعرفوا تفاصيل أكثر قروا الفول ريفيو اللي حضرناكم على ounousareviews.com. إذا أنتوا جربتوا شاركونا رأيكم.